طبعا انا كنت عامل الارقام دي كلها عشوائيه بس عشان خاطر المساله تطلع، لان كده هنقعد للصبح بقى عشان نقعد ايه نكمل دي، كده مش هتطلع. فانا غيرت بس السبعه ودي خمسه عشان خاطر ايه تطلع بسرعه. فعندنا هو قلنا 10 ناقص 5 5، وتسعة دي بقت 8، 8 ناقص 7 1، وخمسة ناقص 5 0. بدل بقى ما كانت دي 0 فانا انزل ايه اللي على الدور السبعة، بقت كام؟ 157. 157 يبقى مت ايه، يبقى ما تنفعش. نشيل دي يبقى كده اهو. كان اخر حاجة هنا اللي هي 1575 اللي هي كانت السبعة، بعد كده اهو انا نزلت كده السبعة. السبعة ما ايه ما نفعتش، رحت حاطط صفر ايه فوق، انزل خمسة بقى كام؟ 1575. 1575 اهي فيها الايه، فيها السبعة اهو. السبعة في 225 ب 1575، ونطرح الصفار اهيت، وبعدين بقى عند صفر في الاخر هو اطلع، لان كانت على الصفار ده كانها شغالة بقى 150، ونزود وتديني 1500، ونفس القصة ديت ونقعد للصبح. فالاسم المطول على 3 أرقام سهلة جدا، إن أنا بخبي فكرتها كلها إن أنا أخبي رقمين قدام رقمين، ويبقى آلة عندي في نهاية هنا رقم واحد أعرف أقسم عليه. وبالحركة دي زي ما قلت إنها بتقربني من الإجابة الصح. التجارب بتاعتي ما بمسحهاش، بسيبها موجودة كده عشان إيه بستفاد منها في الأرقام اللي جاية بعد كده. وأنا تعمدت إن يبقى القسمة كبيرة عشان نكرر العمليات قدام منك، وانت ايه تكون المعلومة وصلت لك صح. يا رب ما تنسوناش بقى من الاشتراك وتفعيل الجرس واحلى لايك، وشير الفيديو عشان غيرك يقدر يستفاد واحنا نقدر نستمر. يلا سلام.